وجواب قسم، قال الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا محمد، فائدة أخرى، الله عز وجل بعد جواب القسم قال: ثم رددناه أسفل سافلين. انتبه على نفسك تكون منه. ما هو جزاء أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة؟ فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع. الله جل في علاه يبين في هذه السورة العظيمة، سورة التين، أن الإنسان أجمل من القمر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حبيبي محمد، ومن الفوائد: فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذب بدين الله إلا معاند ومغرور ومتكبر. نسأل الله العافية يا رب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نسأل الله. شيخ منصور، ليش سمي يوم الدين بيوم الدين؟ لأنه يدان فيه الإنسان بعمله. الله أحبابي، والعجيب أنه في ذاك اليوم العظيم لن يتغيب أحد. وما هم عنها بغائبين. الله جل في علا قد ختم هذه السورة العظيمة بقوله سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وربي أنه أحكم الحاكمين، حكيم في ملكه، حكيم في عدله، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.